ايه اكيد بنتي. ما قلتي لي كيف كانت حفلة الوداع؟ كانت حلوة كتير. ماما انتي كنتي تحبي الخالة كتير مو هيك؟ شي طبيعي، دائما في حب كبير بين الاخوات، يعني مثلي انا واخي دولو والاخت بيهو، نتخانق بس ما منقدر نعيش ولا لحظة بعاد عن بعض. ماما كنتوا تتخانقوا بصغركم؟ اكيد كنتوا تعملوا مشاكل كتير لما كنتوا اولاد صغار، مثل مشاكلنا انا واخي دولو. قليلي هلا ماما، ماما عم تبكي؟ بعتذر ماما، أنا ما كان لازم أحكي هالحكي. خلص لا تبكي ماما، صدقيني أنا ما بقدر شوفك وأنتي عم تبكي. معلش بنتي خليني أبكي، أنا صار لي سنين كثير عم حاول خبي دموعي مشانكن أنتو، بس هلا خليني فش خلقي يا حبيبتي. ماما بترجاكي لا تبكي. فقت كلهم راحوا على مشاغلهم وبيسلموا عليك. بصراحة أنا كيف بدي أشرح لك؟ ليكي مصروفكن رح يزيد شوي، وأنا بعرف إنه أنتو ما بتقصروا، لهيك هدول. شو عم تعمل؟ قلت لك وجدان مسؤوليتي، أنا رح أهتم بمصروفها. لا إذا عم تحكي عن طقوس مبارح، فأنا عملت كل هالشي مشان أختي، لو سمحت رجع مصاريك على جيبتك. لا لا صدقيني أنا فهمان عليكي منيح، هدول المصاري مو مشان تكاليف مبارح، يعني هدول من شان بنتي وجدان. بصراحة هي أسلوب حياتها مختلف عن أسلوبكن، خلص خديهم كرمال وجدان. لا أنا ما رح أخدهم ولا يهمك، قلت لك أنا رح أدبر كل شي، صدقني ما في داعي. طيب إذا شي يوم احتجت مصاري رح خبرك فوراً. لازم تروح بلا ما تتأخر، رح أطلب لك تاكسي لهون. يلا بس بالأول لسه في شغلة مهمة. معقول يكون راح وتركني لحالي؟ بنتي نمتي منيح؟
بابا، انت حابب تقلي شي؟ ايه بنتي، انا كنت بدي اقلك من امبارح انه انا لازم اروح اليوم على استراليا، في شغل ضروري وانا لازم اكون هنيك اليوم المساء. هذا المشروع جديد ولهيك لازم اعمل كل الشغل بايدي. طب بقصد حكون مشغول كتير، منشان هيك انا ما رح اخذك معي بس هالفتره، لانك رح تضلي بالبيت لحالك وانا رح ينشغل بالي. منشان هيك بدي اياكي تضلي هون وبعدين انا بيجي باخدك. ماشي بابا، فهمت عليك، هذا شغلك يعني ما رح تفضالي كتير، مو مشكلة، كلها فترة صغيرة وانا ماني لحالي هون. لا تشغل بالك، خلص روح، لا تخاف علي. ايه مو مشكلة بنتي، متأكدة؟ أكيد بابا، روح أنت ولا يهمك، عن جد؟ بنتي، أنتي ما عم تخبي عني شي ما هيك؟ لا بابا، أنا عم أقول الحقيقة، بقدر ضل هون لحالي. وجدان حبيبتي، أنا رح أرجع أخدك أول ما يخلص المشروع. أخي أكاش، غراضك صاروا بالتاكسي. شكرا. يلا أخي، موفق. بابا، معناها أنت كنت مرتب كل شيء، حتى لو ما رضيت وحتى لو طلبت منك تاخدني معك كنت رح تروح لحالك. يلا روح بلا ما تتأخر. بنتي ديري بالك، عيشي بشكل طبيعي مثل ما كنتي. ماشي بابا، انت كمان.